مباراه الاقتراح عليك سجلتها في مصر برضو اكاديميه البحث العلمي لابد من شكر واجب لاكاديميه البحث العلمي لانها وجهتني نزلتني معرض القاهره تبتكر بمجرد ما رحت سجل براءه لان انا كنت رايح انباكينج ما كانش عندي تصور ان ممكن الواحد يروح ببروتوتايب انت المفروض تكون مصنع وواثق من منتجك عشان تروح تسجل براءته وده اللي انا عملته فوانس ان انا لما رحت انباكينج كلها على افكار قالوا لي ده ممتاز جدا اطلع بالظبط على التسويق نشوف نقدر نساعدك ازاي نزلوني معرض القاهره تبتكر ابتدوا يوجهوني محتاج ايه ففكره المصنع ان انا ازاي اقدر اوفر مصنع وان انا افكر بره الصندوق فالحمد لله قدرت اتعاقد مع الهيئه العربيه للتصنيع عشان تقدر توفر لي جزئيه مهمه من التصنيع وفي نفس الوقت يبقى في كريديبيليتي ان انا بصنع في جهه كبيره وفي نفس الوقت فيها مصداقيه تقدر توفي معايا باذن الله.